بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الفتن التي تحدث في آخر الزمان عودة الشرك والوثنية إلى بلاد العرب بعد أن طهرها الله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاره على المشركين، تكسيره للأصنام وإزالة الأصنام. إلا أنه في آخر الزمان يتغير الأمر، الشيطان شياطين الإنس والجن يزينون للناس العودة إلى الجاهلية باسم إحياء الآثار. الآثار أنتم تظنونها إنها مجرد آثار فقط، لا، وراها شيء، لأن من الآثار الأصنام. كل شيء تفعله الجاهلية يسمى بالآثار، ومنها الأصنام يسمونها آثار، فيبحثون عنها ويعيدونها على أنها آثار. ولكن قصد الشياطين من هذا عودة الشرك، لأنها إذا عادت الآثار المندرسة والمنسية المطمورة، إذا عادت ألقى الشيطان في قلوب الجهال والعوام أن فيها بركة وأنها تنفع وأنهم كانوا يتبركون بها، فتعود الوثنية. من ذلك الخلصة. خلص هذا صنم جنوب الطائف لقبيلة دوس في الضبط، قبيلة دوس. لما جاء الإسلام قضى عليه من جملة الأصنام التي، لكن لا تزال شياطين الإنس والجن تتحين الفرص. فلما جاءت قضية إحياء الآثار استغلوها في عودة الوثنية. من ذلك هذا الصنم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، أليات نساء دوس، لأن النساء أقرب إلى الفتنة من الرجال، فيضطربن أو يتزاحمن على صنم ذي الخلصة، لأنه يعاد على أنه باسم الآثار. فتعود عبادته من دون الله عز وجل، فتزدحم النساء عليه تبرك به.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك للتحذير، مجرد خبر، إنما للتحذير، خذوا حذركم عندما تحدث هذه الفتنة، فليكن لكم موقف في صدها عن المسلمين. والبيان مناصحة لولاة الأمور عن هذا الأمر، وإلا إذا سكت العلماء وسكت المسلمون فإن أهل الشر يزيد شرهم ولا يقفون عند حد، يريدون للبشرية الدمار، ويريدون لهذا الدين أن يندرس وأن يذهب، ولكن يأبى الله لا يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. قال: وله عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا الحديث أشد من الذي قبله. الذي قبله فيه عودة الخلصة يعبد من دون الله، وهذا فيه أكبر، عودة اللات والعزى. اللات في الطائف والعزى عند مكة قريب من عرفات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه أكبر الأصنام، أكبر الأصنام هي هذه الثلاثة، فاللات في الطائف والعزى في مكة ومناة قريب من المدينة، بين مكة والمدينة. لما جاء الله بالإسلام وبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة، انتصر عليه الصلاة والسلام، كسر هذه الأصنام وأتلفها، اللات والعزى ومناة، ولكن مع هذا لها جنود من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، ما ييأسون ولا ينقطعون. فإذا تضاعف المسلمين شافوا الضعف في المسلمين والغفلة انتهزوا الفرصة، ينتهزون الفرص تحت ظل إحياء الآثار، تحت ظل إحياء الآثار. تبعث اللات والعزى في آخر الزمان، تعود عبادتها من دون الله، وعند ذلك تقوم الساعة. هذا من علامات الساعة. سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما في أحد من المسلمين؟ هذا غريب، كيف اللات والعزى تعبد من دون الله؟ وين المسلمين ذاك الوقت؟ ما في مسلمون؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل هذا وعادت عبادة الأصنام يقبض الله أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا الأشرار
وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فيقبضون قبل ذلك ولا يحضرون قيام الساعة، لا تقوم إلا على شرار الخلق. كل شيء له نهاية في هذه الدنيا، والدنيا نفسها لها نهاية. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وهذا حصل، هذا حصل، فظهرت نار قرب المدينة في الحرة، ظهرت نار في الحرة قرب المدينة، ورآها الناس وبقيت أياما تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني في الشام، يصير لها لهب ولها ضوء يمتد. أكبر شيء من الحيوانات الإبل المعروفة، المعروفة، ولا هناك حيوانات أكبر، لكن المعروفة في بلاد العرب الإبل، كونها مرتفعة ولها أعناق ممتدة تلوح في هذا الضوء من شدة النار هذه، شدة ضوئها. هذا حصل وذكر المؤرخون، ذكره ابن كثير وغيره، هذه النار من علامات الساعة. نعم. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. نعم. وقال حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. نعم. وهذا أيضا في خروج نار أخرى وهي الأخيرة، تخرج من قعر عدن، تخرج من قعر عدن، وهي نار عظيمة تسوق الناس إلى المحشر في الشام، المحشر في الشام، في أرض الشام، تسوقهم، تبيت معهم إذا باتوا، وتروح معهم إذا راحوا، تسوقهم إلى أرض المحشر. قولوا عليكم بالشام، الشام في آخر الزمان يكون هو موعد المسلمين يجتمعون فيه. نعم. قال وللترمذي وحسنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. وهذا من علامات الساعة أيضا الفتنة، الاقتتال بين المسلمين، يقتلون إمامهم. هذا حصل أول ما حصل في قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، ثم انفتح باب الفتنة على المسلمين من ذاك الوقت، صاروا يتقاتلون بينهم، يتقاتلون على السلطة، يتقاتلون على الدنيا، ويستمر هذا ويشتد في آخر الزمان، يشتد. يقتلون ولاة أمورهم، هذا يكون باسم الثورة، يسمونها الثورة وكذا وكذا، والحرية والديمقراطية إلى آخره، ولا يحترمون ولاة الأمور ولا يحترمون إمامهم، فتحصل الفتن عند ذلك. ولأن المسلمين إذا لم يكن لهم إمام ضاعت الأمور،
حصل الفتنة ولا أحد يمنع هذا. الإمام يدفع الله به الفتنة، فهو ظل الله في أرضه. لكن إذا قتل الإمام ماذا يبقى؟ فهذا من علامات الساعة. الكلام في الأئمة، الشيء يبدأ أول ما هو كلام، أول ما يبدأ كلام، طعن في ولاة الأمور، انتقاص ولاة الأمور، ثم يتطور إلى قتل. هذا من الفتن التي تكون في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم يتنافسون في الدنيا، إذا بعد ذلك يتنافسون في الدنيا ويقتل بعضهم بعضا على الدنيا، على الدنيا، كل يريد أن يستأثر بها عن الآخر. نعم. قال: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل، حتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وقال: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن فضل، وهو ثقة مأمون. وهذا أيضا فيه ذكر شيء من علامات الساعة وقرب وقوعها، وهو أنها تنطق الأشياء التي ما كانت تنطق من قبل، تنطق الأشياء، تنطق عذبة الصوت، صوت العصا اللي مع الإنسان، فخذه تكلمه. وهذا والله أعلم أنه سيكون في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، يحدث أن هذه الأشياء تنطق وتخبر بما يحصل، تخبر الرجل بما يحصل عند أهله. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ينطق هذه الأشياء. السباع أيضا تتكلم، تخاطب الناس. وأنتم لا تستغربوا شيء في هذا، ما دام صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به. أما كيفيته وكيف يحدث الله أعلم، يحدث الله جل وعلا، يحدث ما لا نعلم، ويخلق ما لا تعلمون. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذه أيضا من علامات الساعة، الأولى كثرة المال. المال فتنة، كثرته ليست علامة خير، علامة شر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبتلي الله بها الناس فيحصل الحسد، يحصل تقاطع على الدنيا، ويحصل القتل على الدنيا، ويحصل شرور. يفيض المال في آخر الزمان، وهذا ليس علامة خير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
والغنى يطغي، الغنى يطغي. فيحصل بذلك شرور من فيضان المال، ومن كثرة المال يصير عند الناس كلهم ما يصير فيهم فقراء، بحيث إن الرجل يخرج زكاته ولا يجد من يستحقها أو يأخذها من فيض المال بأيدي الناس. هذه واحدة. الثانية، نعم. وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. نعم، أرض العرب كانت قاحلة إلا مواضع منها، في آخر الزمان تعود مروج، يعني بساتين، بساتين من الأشجار، وتعود أنهارا تجري، تتفجر الأنهار. وقوله تعود يدل على أنها كانت من قبل كذلك، ثم انقطعت هذه، زالت هذه المروج والمياه شحت، لكن في آخر الزمان تعود، تتفجر الأنهار، والله أعلم، تكثر الأمطار أيضا، توفر المياه، تغير الوضع. وهذا من علامات الساعة. نعم. قال: وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة، وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. أعد. قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، يعني يقتصر السلام على الخواص من الناس. الرسول يقول: أفشوا السلام بينكم، سلم على الصغير والكبير والحر والعبد والفقير، الغني والفقير. السلام حق للمسلم على المسلم، فإذا ترك هذا وصار ما يسلم إلا على كبار الناس وعلى الخاصة، هذا من علامات الساعة. هذه واحدة. نعم. وفشو التجارة. فشو التجارة كما سبق، يشتغلون الناس بالتجارة، البيع والشراء، وتنفتح عليهم التجارة وينشغلون بها عن الدين ويطغون بها على العباد. نعم. وحتى تعين المرأة زوجها على التجارة. حتى المرأة ما كان من عادتها أنها تشتغل بالتجارة، اللي يشتغل بالتجارة هم الرجال، والمرأة تقوم بأمور البيت، تربية الأولاد، ولا تشتغل بالتجارة. في آخر الزمان تشتغل بالتجارة مع زوجها، تشارك زوجها أو تنفرد هي، كما ترون الآن النساء والأموال بأيديهن، يتاجر مثل الرجال أو أكثر. هذا الشيء ما جرى في الزمان السابق، هذا من علامات الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما أخبر به لابد يقع، وهو يخبر بذلك للتحذير، تحذير المسلم إذا أدرك هذا الشيء أن يأخذ حذره. نعم. أيضا وقطع الأرحام، قطيعة الأرحام في آخر الزمن، تقاطعون عند الدنيا الواحد ما، وأيضا ينشغل بعضهم عن بعض، ما يفكر بأقاربه ويزورهم ويزورونه، لا، مشغول بدنيا، مشغول ليل ونهار، يمكن إذا حصل له شيء من الفراغ ينام يرتاح، إذا استيقظ يلا أعماله، ولا يفرغ أنه لأقاربه أو يزورونه أو يزورهم، ما يفرغ لهذا،
مشغول بالدنيا. نعم. وفشو القلم. فشو القلم يعني كثرة التعليم، من أول ما يتعلم إلا أفراد من الناس، ما يتعلم إلا أفراد من الناس يتعلمون العلم الشرعي، وبعضهم تعلم الكتابة اللي يكتبون نادر، من أول تجد البلد ما بها إلا كاتب واحد. والآن فتحت المدارس وأقبل الناس الحاضرة والبادية، كلهم تعلموا الآن، كلهم يكتبون، كلهم يكتبون، الرجال والنساء والأطفال والكبار كلهم يكتبون، ما في أحد ما يكتب. والدول تتسابق إلى محو الأمية، ما يسمونه محو الأمية، ما يخلون أحد ما يتعلم، يبقى أمي لا يكتب ولا يقرأ. هذا من علامات الساعة. نعم. وظهور شهادة الزور. ظهور شهادة الزور، من التنافس في الدنيا يحصل شهادة الزور، وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، الشهادة الكاذبة من أجل يحصل الشاهد على طمع، أو من أجل أن يضر من لا يحبه، يشهد عليه يضره ويكيد له، أو يأخذ في مقابل هذا مال أو غير ذلك. والله جل وعلا أمر بالشهادة عن علم وعن معرفة، لمن شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة الزور من أكبر الكبائر، شهادة الزور من أكبر الكبائر. لا تزال قدم صاحب الزور حتى تجب له النار يوم القيامة. شهادة الزور خطيرة جدا، تكثر في آخر الزمان، لأنه يخف في الدين، تظهر الأهواء والأطماع، يفزع لمن يحب أو من يريد، يفزع له بالشهادة، فزع يسمونه، فزع له، ولو كان أنه يكذب يشهد له. واللي ما يشهد عندهم هذا ما فيه خير ولا به إعانة للآخر، يذمونه يقول هذا ما فيه خير، يبخل بالشهادة لو ما عنده خبر، يشهد من باب المجاملة، من باب الطمع، من باب الحقد على المشهود عليه إلى آخره. الشهادة أمرها خطير جدا، لا بد أن الإنسان ما يشهد إلا عند الحاجة، ولا بد أن يشهد بما يعلم، وما لا يعلم يقول لا ما أدري. نعم. وكتمان شهادة الحق. كتمان شهادة الحق، يشهدون بالزور والكذب، وأما الحق اللي عنده شهادة حق هذا يكتمها. كتمان الشهادة نهى الله عنه، ولا تكتم الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن الشهادة تبين الحق ويحتاج الناس إليها. شهادة الحق، الشهادة عن علم صدق، يحتاجها الناس، البينة على المدعي، والبينة هي الشهود، منين يلقى شهود؟ إذا كتمت الشهادة بالحق شهد الناس بالزور، لأنه لا بد من الشهادة،
دام انه صاحب الحق واللي عنده خبر وعلم كتم الشهادة، عند ذلك تحصل شهادة الزور. فالحقيقة أن شهادة الزور أنها خطر على المسلمين، ضياع للحقوق، تسلط للظلمة على أهل الحق. صاحب الحق ما يجد شاهد، يكتم الشهادة، يكتمها إما خوف وإما طمع، يقال له لا تشهد ونعطيك كذا وكذا، وإما عدم مبالاة، أو يكون فيه في نفس الشيء ولا يشهد بالحق يكتم الشهادة. الشهادة لا بد منها لأداء الحقوق، لكن تكون بحق وعند الطلب، ويجب على من تحمل شهادة أن يؤديها عند الطلب، يجب عليه ذلك، ولا تكتم الشهادة. في آخر الزمان تكتم الشهادة، شهادة الحق تكتم وشهادة الزور تكثر. نعم. قال رحمه الله: ولابن المبارك عن ابن فضالة عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقبض المال ويظهر حتى لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يرفع العلم، يكثر الجهل، يقل العلماء في آخر الزمان. القراء كثيرون والمتعالمون كثيرون يدعون العلم، لكن الفقهاء قليل أو يعدمون في آخر الزمان. يكثر القراء في الحديث، يكثر القراء ويقل الفقهاء. ولا القراء ما فيهم فائدة، وإن كانوا يحفظون ويقرؤون ويطالعون، ما هو بهذا هو العلم. العلم هو الفقه والفهم في دين الله عز وجل، وهو الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء. هذا يقل في آخر الزمان، يكثر القراء ويقل الفقهاء، يرفع العلم. نعم. ويقبض المال. ها؟ ويقبض المال. يقبض المال. يقبض المال. نعم. هذا والله أعلم، مثل ما سبق إنه يكثر المال. نعم. ويظهر القلم. ها؟ يظهر القلم، مثل ما سبق، يفشو. نعم. وتكثر التجارة، مثل ما سبق. نعم. قال الحسن: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. كان في الأول يقل التجار ويقل المال، ما يصير إلا بأيد يسيرة من الناس، وهذا خير للناس، هذا خير للناس، ما ينشغلون بالدنيا عن الدين. لكن ما يعدم التجارة، ما تعدم، الناس بحاجة إليها، لكن لا تكون إلا بأيدي قلة من الناس على قدر الحاجة. وكذلك الكتابة ما تعدم، الناس بحاجة إلى الكتابة، لا تعدم، لكن الكتاب قليلون. وهذا شيء أدركناه، ما في بعض البلد، بعض البلدان ما فيها كاتب إلا واحد فقط، يجول له الناس من بعيد، يكتب له رسائل والوثائق. والآن كما سبق فشى التعليم، تعلم للدنيا، فشى التعليم والكتابة، صار الآن كل يكتب. قال: لا أدري اللي تشوفه ما يكتب الآن، أما كل يكتب الآن، الرجال والنساء في
الكبار والصغار كل يكتب ويقرأ، هذا من علامات الساعة. نعم. قال وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. أعد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. من أشراط الساعة، والأشراط العلامات، قد جاء أشراطها أي علاماتها، أن يقل العلم. هو الحمد لله ما يعدم لكن يقل، بدل ما كان العلم الشرعي كثيرا في المسلمين عليه إقبال، اللي يتعلمون الآن كثيرون والجامعات مفتوحة واللي يتخرجون كثيرون، لكن ما فيهم علماء، ما فيهم علماء، معه أرفع الشهادات ولو تسأله عن أسهل المسائل ما يستطاع يجاوب جواب صحيح. الفرق بين فشو التعليم والعلم الشرعي، ما يقبلون الناس على تعلم العلوم الشرعية، هذا من علامات الساعة. لذلك تجد الآن الفقهاء قليلين جدا، قليلين، كثير المتعلمون واللي معهم شهادات مرتفعة ولكن ما عندهم فقه، الفقه نادر الآن ويقل في آخر الزمان، ما نقول ينقطع لكن يقل جدا. نعم. هذه واحدة. ويظهر الجهل. يظهر الجهل، إذا قل العلم كثر الجهل، وإذا كثر العلم قل الجهل. نعم. ويظهر الزنا. هذه المصيبة، يظهر الزنا. إيش سبب الزنا؟ الزنا كل يعرف أنه حرام وأنه، لكن ما سبب ظهوره وكثرته؟ سببه انفلات النساء، انفلات النساء وإعطائهن الحرية وإعطائهن الأعمال مع الرجال كما ينادى به الآن، هذا مدعاة لكثرة الزنا، لأن الشهوة موجودة في الناس رجالا ونساء، ما راحت الشهوة، فإذا تبرجت النساء وتعطرت وخرجت للأسواق وللمكاتب وللكاشيرات والبيع والشراء واستلمت الأعمال واختلطت بالرجال، الشهوة موجودة والشيطان موجود، يحصل التحرش، يحصل الفتنة. أما إذا ضبطت النساء وانضبطت أمنت الفتنة، لكن إذا أطلقت النساء ونادى من ينادي من الأشرار بحرية المرأة كما يقولون، وهي ما هي بحرية، أشد العبودية، هذه عبودية للشهوات والعياذ بالله، عبودية للشهوات. الحرية في طاعة الله عز وجل والتحرر من المعاصي، فالمرأة إذا أطلقت في آخر الزمان حصل كثرة الزنا، لأنه وسيلة زنا، سيما إذا تبرجت بالزينة واختلطت بالرجال وأعطيت الحرية التامة في التجول وصار مفتاح السيارة بيدها، تبي تقود السيارة وتروح للي تبي، وصارت الاتصالات تأتي إليها وهي في قعر بيتها، تصل بها الأشرار، تجيها الصور، تنظر إلى كل شيء في الإنترنت أو أشياء أنا ما أعرفها لكن حصلت وكثرت،
والمرأة في قعر بيتها، عندكنا مصونة وعندك وهي في الخارج في فكرها وفي مصيبة جدا. مع الخروج، مع الخروج والحرية في التنقل حتى ولو كانت في بيتها، فهي يجيها الشر بواسطة هذه الوسائل، عند ذلك يكثر الزنا والعياذ بالله. الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا فقط، لا تقربوا، معنى هذا النهي عن الوسائل التي توصل إلى الزنا، من الاختلاط، من التبرج، من إعطاء المرأة الحرية كيف تشاء، هذه وسائل. لا تسافر إلا مع ذي محرم، يقولون لا ما هي محل ثقة، ما تثقون بالمرأة وتتهمونه، يقولون تحتاج محرم، هي به ثقة وبه حرية، تسافر بدون محرم، يريدون أن يزيلوا كل أن يأتوا بكل الوسائل التي تفضي إلى الزنا، يطلقونها وينادون بأن قاعدة سد الذرائع هذه ما لها أصل ولا تصلح، هذه كبت للحريات، ما فيه قاعدة سد الذرائع التي أجمع عليها العلماء ودل عليها الكتاب والسنة، يقولون لا، أطلقوا الوسائل، خلوا الوسائل مطلقة للزنا، تعطى المرأة كل شيء، عند ذلك يحصل الزنا والعياذ بالله، لأنه إذا وفرت وسائل الزنا وقع الزنا لا شك. نعم. ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون، يكثر النساء ويقل الرجال، هذا من علامات الساعة، وهذا والله أعلم، لأن الرجال يتعرضون للأخطار والحروب، تأكلهم الحروب، أما النساء هي ما تقاتل ولا تشارك في المعارك، ما تقدر ولا ما تستطيع، فيقتل الرجال بكثرة والنساء ما تقتل فتكثر عند ذلك. نعم. حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة ما لها إلا رجل واحد يقوم عليها، من قلة الرجال وكثرة النساء، إما والله أعلم لأن النمو في النساء يكون أكثر والولادة للنساء تكون أكثر، وإما لأن الرجال يتعرضون للأخطار وهم أكثر، هم أكثر تعرضا للأخطار من النساء، ويقتلون وفي الحوادث وفي المصانع، وفي هم أكثر ما يتعرض للخطر والحروب والأسفار، فهم أكثر من يتعرض للخطر من النساء. نعم. هذا من علامات الساعة، كثرة النساء وقلة الرجال. نعم. قال ولمسلم عن أبي موسى، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يطوف. نقف عند هذا. نعم. خلك عند حديث مسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وسنقرأ من الأسئلة ما له علاقة بالدرس كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ. نعم. هذا سائل يقول هل المنتحل الشخصية، أي كانت إقامته مزورة أو هويته الوطنية مزورة، هل يكون هذا داخلا في شهادة الزور؟ شهادة الزور هذه هي أن يخبر الإنسان عن شيء لا يعلمه، يعني الشهادة معناها العلم، الإخبار معناها الإخبار بما يعلم، وأما تزوير الإقامة وتزوير هذا من الكذب،
هذا نوع من الزور لكن ما هو بشهادة، هذا تزوير، تزوير إقامة، تزوير احتيال على النظام، هذا من الكذب والاحتيال ولا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل توجد أعمال تكفر كبائر الذنوب التي يقع فيها المسلم، وماذا يفعل الشخص إذا وقع في كبيرة من هذه الكبائر؟ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، الكبائر لا يكفرها إلا التوبة من العبد أو العفو من الله جل وعلا، العفو من الله. إذا كان دون الشرك، صاحب كبيرة دون الشرك، قد يعفو الله عنه أو هو يتوب من الذنب، يتوب من الذنب، فما فيه يعني تكفير للكبائر إلا بأحد أمرين: إما العفو من الله، وإما التوبة من العابد. أما الصغائر فإنها تكفر بأشياء كثيرة كما في الأدلة. نعم. وهذا سائل يقول: ما صحة حديث اختلاف أمتي رحمة، وما قولكم من اختلف؟ لا أصل له، لا أصل له، الرحمة في الاتفاق والاجتماع وليست في الاختلاف، الفرقة عذاب والاختلاف عذاب وليس رحمة. قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهم لم يختلفوا، هذا استثناء، إلا من رحم ربك يعني فلم يختلفوا. وأما ما يروى حديث اختلاف أمتي رحمة فهذا لا أصل له، والرحمة اجتماع الكلمة والاتفاق، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم. وهذا سائل يقول: النار التي خرجت في المدينة وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، أليس هو البركان؟ الله أعلم، سميه ما شئت، المهم أن نار خرجت من الأرض، خرجت من الأرض وبقيت أياما، سمها بركان، سمها ما تريد. نعم. الله على كل شيء قدير. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لنا نحن الشباب الملتزمون بالدين نحو الفتن التي تحدث، وكيف نتعامل مع الناس؟ عليكم بالاعتصام بالله وسؤال الله الثبات والابتعاد عن الفتن مهما أمكن، تبتعد عن الفتن وأهلها مهما أمكن، تعتزلها، تبتعد عنها، فبهذا يحصل السلامة منها بإذن الله. نعم. أول شيء معرفتها، إذا كنت ما تعرفها ولا تدري عنها تقع فيها، تعرف الفتن وأنواعها، ولذلك الرسول بينها لنا، والعلماء اهتموا بهذه الأحاديث وجمعوها لكم لأجل أن تتجنبوها، أولاً أن تعرفوها، وثانياً أن تتجنبوها وتعملوا الاحتياطات من الوقوع فيها. نعم. وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الشهادة تكون بحق وعلى علم، وأن يكون قد طلب من الشخص الشهادة، فهل يتوقف الرجل عن الإدلاء بالشهادة حتى تطلب منه؟ نعم، هذا هو الأصل، أنه يتوقف ولا يشهد حتى يطلب منه، لكن في حالة ما إذا لم يعلم عنده شهادة وخشي من ضياع حق المحق فإنه يؤديها، إذا كان ما دري صاحب الحق إن عندك له شهادة ولا وجد من يشهد، وأنت عندك شهادة تؤديها ولو لم تطلب منك في هذه الحالة. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمثيل الصحابة؟ لا يجوز تمثيل الصحابة،
لأن هذا تنقص لهم. ومن الذي يبي يتقمص شخصية صحابي؟ ما يجوز هذا. الصحابة لهم قدرهم ولهم مكانتهم، ولا يجوز تقمص شخصياتهم، لأن هذا فيه تنقص لهم، كذب عليهم. قد صدرت القرارات من المجامع الفقهية اختلاف أنواعها ومحلاتها، أجمعوا على تحريم تمثيل الصحابة، ولم يفتي في هذا إلا شذاذ لا قيمة لهم. أما العلماء الذين يؤخذ بأقوالهم فهم أجمعوا على ذلك، صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية في الرابطة وفي المجمع الفقهي العالمي، كلها أصدروا قرارات بالمنع. نعم. وهذا سائل يقول: كيف يعرف العبد أن الله يحبه، وهل لذلك علامات؟ الله أعلم. على العبد أنه يكثر من الطاعات فيحبه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله جل وعلا أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أسباب محبة الله للعبد التقرب إلى الله بالطاعات، أولاً أداء الفرائض، وثانياً أداء النوافل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: توفيت امرأة وهي حامل في الشهر السابع، وكان الجنين يتحرك عند تغسيلها، فعمدت إحدى المغسلات إلى ضرب بطنها حتى سكن الجنين وفارق الحياة. أعوذ بالله، هذا لا يجوز، قتلته. كان الواجب أن الأطباء فحصوها، وإذا أدركوا أنه حي يشقون بطنها ويخرجون الطفل إنقاذا له. أما أنها تضرب وتقتله، هذه قتلت نفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وماذا عليها، وهل تعذر بالجهل مع العلم أن الحادثة قد مضى عليها 30 عاما؟ الجهل ما يسقط حق الناس، يعني تتلف أموالهم تقتلهم تقول أنا جاهل؟ الجهل ما يسقط حقوق الناس. هذه أخطأت خطأ كبيرا، عليها التوبة إلى الله عز وجل وطلب المسامحة من أولياء هذا الطفل. نعم. وهذا سؤال يقول: بعض الناس يلقي شبها حول إطلاق اللحية محتجا بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. بعض الناس إيش؟ يلقي شبها حول إطلاق اللحية. إطلاق؟ نعم. اللحية، محتجا بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوه وأصلحوه، فقصروا له لحيته وهذبوها. هذا كذب، ما سمعنا أنهم قصوا لحيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، لأن والد أبي بكر كان قد شاب وشيبا ناصعا أبيض كالثغامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما أنهم قصوا لحيتهما، هذا الظاهر رواية اللي يقصون اللحى. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم التجنس بجنسية الكفار، ليس موالاة وإنما حماية ووقاية بهذه الدولة من الأعداء؟ حرام أن يتجنس المسلم بجنسية الكفار، إنما يقيم عندهم للضرورة لا بأس، مع التمسك بدينه. فالإقامة غير التجنس. التجنس ما يجوز للمسلم تجنس بجنسية الكفار، يقيم عندهم ولكن ما يتجنس جنسيته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.